من شهر أكتوبر، تلاحظ أن هناك ضغط من الصحافة العالمية على دونالد ترامب. من سينتصر في النهاية، دونالد ترامب الذي يحابي بن سلمان أم الصحافة؟ بلا شك أن ترامب هو رأس السلطة الآن وهو بيده مقاليد، لكن هناك صحافة حرة وفي مجتمع حي في أمريكا. الصراع ما زال مستمر لأن المخابرات الأمريكية قالت صراحة أن هناك أدلة قاطعة تثبت على تورط بن سلمان في مقتل خاشقجي، وخاصة أنه الذي أصدر الأوامر لهذا القتل الوحشي. أيضا الصحافة الأمريكية تقوم بدور حقيقة أخلاقي يجب أن تستمر عليه، أن هذا الرجل رجل سلمي مناضل كاتب صحفي ليس له من جريمة سوء التعبير عن آرائه، ولكنه قتل غيلة وغدرا في مقر السفارة أو القنصلية السعودية التي هي يعني متعارف دوليا أنها مكان أمان ومكان سياسة ودبلوماسية، ولا يكون مكانا لأداة الجريمة.